لك كنا تنتمناو انه تكون واحد البدايه عن الانتصار، لانه تنعرفوا الان في البدايه ديالنا وفي الملعب هذا اون دوميني لو ماتش، كنا شدت الكره هذا، ولكن دي زوكازيون ما بقاو عندنا. هذا هو الفوتبول، هذاك الفوتبول غنستافدو منه. بالنسبه لي انا نكون واقعي مع مع مع, مع المباراه اللي لعبنا، الخدمه اللي طلبت من اللاعبين ديالو يقدموها، لورغانيزاسيون ولا حتى لو فور فيزيك ولا حتى لورغانيزاسيون، يعني انه كاين واحد البوابه ديال الحسنه، الا انه الا بغينا نفس على هذا فخاص بزاف الحوايج حتى هما يتزادوا، ولا لا الخدمه ديالنا لا ولا كتقويه لعب الجمعه ان شاء الله. علاش غتخدموا اليومين اللي باقا باش تبانوا مجهزين في الماتش ديال بكره؟ هو كاين جوج الحوايج اللي نقدروا نستنتجوا من هذه المباراه، هو انه لافاز الاخرى في الملعب كما كنعرفوا تنخرجوا الكره في لافاز الاولى في لافاز الثانيه، ولكن فاز الثالثه ماشي ايفيكاس. حتى الفرص اللي جاونا واخا قلال ما استغليناهمش. هذا راه حتى اللي فتح اللي تكتلوا بثمانيه داعوا اللاعبين، واخا الا كنت انت بدوميني خاصك هذا وي هذا، لانه كونتر اتاك ان فيت هذا، هذه حوايج نستافدوا منهم. اللي كما قلت لك احنا ما لعبناش مع فريق صغير، لعبنا فريق اللي هو منظم ودومينينا الماتش، ولكن خاصك تستغل الفرص، تكري الفرص اكثر، وتحاول ديفونسيمون تكون بلي كونسيون. شكرا.